كيف حالك يا رند؟ الحمد لله. هل أنت جاهزة لأسألك أسئلة بالعلوم؟ نعم. حسناً، نبدأ بالسؤال الأول. غشاء ينتج من تجاذب الجسيمات على سطح الماء. تعطل سطحي. هو كمية الفراغ الذي تشغله المادة. حجم. هي عناصر لها خواص بين الفلزات ولا فلزات؟ أشبه الفلزات. هي مقاومة الغرق. قابلية للطفو. مدى قوة شد الجاذبية لجسم ما؟ الوزن. أي شيء له كتلة وحجم؟ مادة. هو مادة لا يمكن تحليلها إلى مواد أبسط بالتفاعلات الكيميائية. عنصر. هو جسيم له شحنة واحدة كهربائية موجبة. الرطم. أصغر وحدة من العنصر. ذرة. كمية الكتلة لكل سنتيمتر مكعب. كثافة. عناصر تشترك في خواص عامة كالبريق والمرونة وتوصيل الحرارة والكهرباء. فلزات. جسيم بدون شحنة كهربائية. نيوترون. جسيمات تتكون من أكثر من ذرة مرتبطة معا. جزيئات. عناصر رديئة التوصيل وباهتة وسهلة التفتت. لا فلزات. كمية المادة في جسم ما؟ كتلة. مركز الذرة؟ نواة. جسيم له شحنة كهربائية واحدة سالبة. الكترون. الكترونات. أحسنتي.